انيميريشن هو انيميريتد تايب من غير ما اطول. المثال هيبقى يعني ابسط بكتير. عمل لك بابليك كلاس اسمه كوين، كلاس عادي، بابليك فاينل ستاتيك انت بيني زيرو، بابليك فاينل ستاتيك انت نيكل، ده دي انواع حديد، دي انواع عملات، انواع عملات كوين، كوين انواع عملات يعني زي قرش والكلام اللي احنا بتاعنا، بس حاجات بتاعتنا احنا خلاص والى اخره. عمل اربع انواع ستاتيك جوه مين؟ الكوين. طبيعي كده نوصل لهم ازاي؟ اقول كوين دوت بيني، كوين دوت كوارتر كده، صح؟ لا، لو انت بس كده المنظر ده كده ده الانيميريشن، بس دوت كلاس. خلاص ولك نفس القصه بالظبط. هتيجي تعمل كلاس اسمه مثلا ويك دي، بابليك فاينل ستاتيك انت ساندي 0 وبعد كده ماندي 1 كده كده كل ايام الاسبوع. خلاص مفيش مشكله. قال لك برضه تبقى تقول ايه؟ ويك دي دوت ساندي، صح؟ بعد كده بقى قيمتها كام؟ زيرو. قال لك دي يعتبر برضه انيميريشن، انيميريتد تايب. اه انيميريشن خالص. بقول لك انت ممكن تستغنى عن انيميريشن، فكره انيميريشن هو بيوضح لك فكره انت عارفها، ما انت عارفها دي. بقول لك ايه دي انيميريشن، بس تعالى اوريك الانيميريشن بقى واوريك ما يضيفه الى لهذا الفكر. يعني عايز اقول لك برضه ان ممكن اقول بابليك ستاتيك سترينج كذا كذا عادي، برضو ممكن اقولها كسترينج يعني ماشي. تعال نشوف بقى ايه انيميريشن الترناتيف اللي هو البديل بقى، البديل بقى اللي هو الانيميريشن بقى. وبابليك انم كوين افتح قوس بيني نيكل مش عارف ايه بتاع كده، مش اكتر من كده. برضو بابليك انم ويك دي، هو معايا بقى سان دي كوما من دي كده. كنا من ايه؟ كده يعني؟ لا طبعا ما ينفعش لما بابليك ستاتيك فاينل، فاينل ستاتيك. اه هنا وهنا بيبدا دايما معاك، تاخد بالك بيبدا معاك بالصفر. هنا قال لك لا هو لوحده هو بيبدا بالكلام ده، الانيميريشن على طول بقى صفر واحد ماشي. كان مشكله دي يا جماعه لذيذه قوي يعني، الانيميريشن مش مشكله. طيب بس في حاجه مهمه بيقول لك ايه؟ هما كونستانتس وفاينل صح؟ وانت ما بتقدرش تقول الانيميريشن كونستراكتور، مفيش. اه بيقول لك يو كان يوز الاي بلس بلس عشان تقدر تقارن الانواع، بس هنا مفيش بقى، مفيش ايه كونستراكتور والكلام ده، فيترفض البلس بلس زي ما كان موجود في الايه، زي ما كان موجود عندنا في الكلاسز، ما كانش بنقدر نقارن بيساوي يساوي، صح؟ انا بيقول لك لا هنا ممكن عادي. فممكن اقول له ايه مثلا؟ سي بتساوي تساوي كوين دوت كذا، فهو يرد عليا يقول لي يا ترو يا ايه؟ يا فولس. بس لو انا جيت قلت كوين دوت بيني بتساوي تساوي ويك داي دوت ساندي، مع ان دي واخده صفر ودي واخده صفر، قال لك ده ما ينفعش. يعني هو بيتحقق من النوعيه، يعني صفر اه بيساوي صفر، بس بيتحقق كمان من نوعيه. اه مش بس فاليو بس، لازم كمان نوعيه. خلاص اكزامبل انهانسد سويتش ماتش انيميريشن كوين ومديها، وكوين كوين بيساوي نيو كوين دوت ايه نيكل، ده اول ايه تاني نوع، تاني نوع سويتش على كوين. اشوف لو كانت بيني ياخد دي، لو كانت دي ياخد دي، لو كانت دي ياخد دي، ياخد دي. فجيت انا عليك قال لك ده بيساوي 5 سنت، سنتات اللي هي زي قرش يعني. خلاص فقال لك ان خلاص طالما ان هي كده يبقى دي 5 5 سنت، طالما دي ب 10 سنت، طالما كوارتر يبقى 25 سنت، ربع جنيه يعني كده مثلا، يعني لو احنا ماشيين بالمصري. خلاص والديفولت ايه؟ اسيرت فولس، طلع يطلع ايرور يعني، يضرب اضرب. بس طبعا الكلام دوت هيضرب امتى؟ لما يكون كوارتر، ربع جنيه بالظبط، لان مش عامل بريك بعد مين؟ بعد كوارتر. كوارتر او اي حاجه غير دول كمان؟ لا دول لا، الثلاثه دول لا، او غير اي حاجه كوارتر او اي حاجه غير دول. اه طبعا الديفولت. خلاص كده؟ طب تعالى نزود شغلنا شويه في الايه، في الانيميريشن.
public enumeration coin خلاص بيني 1 نيكل 5 بقى كده بقى المره دي عمل اساينمنت بس اسامي بقى منكم سين حاجه كده زي سي بلس بلس بس هو يعني يقول لك ايه نوت ايه عمل اساينمنت ايه بواحد بخمسه ب 10 ب 25 زي الاندكس بتاعتهم قيمهم ممكن استخدمها كقيمه مش هو مكتوب عنده ان دي تزوزي خمسه ممكن اشتغل على اساس ان هي خمسه مش كونستنت عاديه كونستنت ممكن يعني نزل عليها ايه؟ اذا بيعرفوا انت كده ينفعش تحط لي كونستنت ممكن لا ممكن 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 ينفع عادي وعمل ايه برايفت فاينل انت اسمها دينام فاليو خلاص وهنا الكوين ده مين ده كونستراكتور لمين للانوميريشن المره دي خد بالك مش بقى ما ينفعش عشان ما بياخدش ريفرنس زي الكلاس مع انه ريفرنس فاليو بس عايز اقول لك ان هو بيقبل الايكوال ايكوال غير اللي ايه التانيين كانواش بيقبلوا كنت بقول لك ايه قارن بايكوالز دوت ايكوالز افضل هنا بقول لك دي برضه بتشتغل معانا بالايكوال ايكوال عادي خلاص عامل هنا كوين وده اصلا نيميريشن كوين وبيستقبل ايه الدينام ايه فاليو بياخد القيمه ويحطها جوه المتغير اسمه دينام فاليو ده وبابليك انت الدينام فاليو بترتن الدينام دي زي جيت كده بترتن يعني جيت وبابليك انت تو ايه دينومينيشن اللي هو يعني يعني يصحح الفكه او حاجه زي كده هكون فكه ويركبهم يعني يحولهم الى جناهات واربع وكده خلاص انت نم بينس دي اللي هي الايه الفكه او القروش خلاص كده فياخد الفكه دي ويقسمها على الدينام فاليو اللي هو ايه الدينام فاليو اللي هو القيمه اللي انت باعتها يعني مثلا ايه تعال نبص على الاجزاء على النتيجه مفيش مفيش لا في اهو في اهو تنفيذ اهو او اكسرسايز اهو بقول لك الارجس دوت لينز لازم تكون بيساوي واحد لازم تكون باعت حاجه ماشي نم بينس انتجر دوت باس انت دي كده تحويل ها زي ما تعمل انت كده ما بين قوسين شغال برضه خلاص للارجس رقم زيرو فياخد القيمه اللي انت بعتها نوت ويحولها يحطها نوت بعته مثلا 10 قروش يعني اي رقم من هو مهتم بالفكر انا مهتم بالفكره هو مهتم بالاكزامبل بتاع يحول من زي عندنا بالظبط من قرش اللي عندك لربع جنيه لجنيه ل 10 جنيه ل 20 جنيه 5 جنيه كده يعني خلاص المهم انا خدت ايه الرقم ده فيطبعه وجنبيه اكتب بينس از ايكويفالنت تو بيساوي ايه وعمل نم كوارترز اللي هو اربع اقسمها اربع يعني قال لك بتساوي كوين دوت كوارتر دوت تو دومينيشن اقولها بص دي نو مينيشن خلاص دي نو مينيشن خلاص طيب فهنا قال لك الحته الغريبه بقى انا عايز اتكلم عليها كوين دوت كوارتر الله دي غريبه دي اللي عايز اتكلم عليها دي اهم حاجه عندي بالنسبه لي في الحته دي كلها الحته دي كوين دوت كوارتر دوت التحويل دوت اسم الميثود مع ان اسم الميثود اصلا هنا اهي المفترض اقول ايه كوين دوت اسم الميثود على طول خدت لي بالك هنا ما قالش كده هل قال اسم الانيميريشن مش الكلاس اسم الانيميريشن واختار ثابت من الثوابت اللي هو نهيهم بايه بسيمي كولون خلاص وبعديها ايه نادى على مين على الفانكشن دي نادى على مين على الفانكشن دي هنا معناها في الانيميريشن تركز معايا الرقم النوع اللي هو اختاره من دول في الحاله دي هو بقى الدينوم فاليو فهو الدينوم ايه
فاليو بقى هو كونستراكتور. فاصبحت الدينوم فاليو شايله هو اختار كوارتر يبقى شايله 25. فيجي هنا يقوم واخد القروش دي ويقسمها على ال 25 فيقسمها اربع. فهمتوا الفكره؟ فيقول لك فيها كم ربع يعني. يعني تاني احنا كنا فين؟ هنا اهو. هنا كل مشكله بيقول المفروض كوين دوت دوت 2 دينوم صح؟ هنا ما عملش كده، قال كوين دوت كوارتر دوت 2 دينوم. فانا بقول ايه؟ الكوين هنا، الكوين هنا اصلا مش معمول له اوبجكت وكلام من ده واوبجكت من كلاس، لا مش كلاس مش كده. كوين ده اصلا ايه؟ ها؟ انوميريشن. دوت كوارتر ده مين؟ ده كده الكونستراكتور بتاعك. الكونستراكتور اتحمل بالكوارتر. طب وهي اصلا الكوارتر كانت كام؟ الكوارتر كانت 25، فياخد 25 يحطها جوه الدينوم فاليو. بعد كده قال نادى على مين؟ دوت 2 ايه دينوم. فما نادى على دوت 2 دينوم هتشتغل، اللي هتاخد ايه عدد القروش مثلا مليون قرش. طب واخد المليون قرش دول يقسمهم على 25، يقول لك فيها كام؟ 25 قرش، يعني كام ربع جنيه. هذا الشكل بتاعها ما ينفعش كده ولا كده يعني؟ اه ده السنتكس بتاعها. غريبة. المشكلة. هي مفهومة بس غريبة. ايوه ما طبعا ما انا بقول لك لسه. خلاص؟ بعد كده بعد ما عمل كده والنام بينس اللي انت بعتها، فهيقول لك اتشالت جوه متغير ايه؟ نام كوارترز اللي هي الناتج بقى اللي هو ناتج القسمة، بعد يقول لك فيها كام ربع يعني. ففي الاخر يقول لك ايه؟ اطبع النام كوارترز دوت اللي فيها كام ربع، وجنبيها كوين دوت كوارتر دوت تو سترينج، فيطبع لك كلمه كوارتر، وجنبيها نام كوارترز لا تساوي الواحد اس وبعدها نقطتين يعني. يعني بعد ما احولها لسترينج، بعد ما احولها لايه؟ لسترينج. خلاص دوت تو سترينج عشان احولها لسترينج. ونام كوارترز لا تساوي ايه؟ لا تساوي الواحد. ده طبعا ده كونديشنال ترينري. قال لك لو كانت لا تساوي الواحد حط كوما. لو كانت، طب لو كانت بتساوي الواحد حط مين؟ اس كوما، هتبقى يعني كوارترز وكوما. لو مش كده يحط كوما بس من غير كلمه كوارترز. خدت بالكم يقصد ايه؟ لو كانت اكتر من واحد يبقى كذا ربع يعني، فيبقى كوارترز ويقوم عامل ايه؟ كوما. لو كانت ربع واحد يقول لك ايه؟ كوارتر ويعمل كوما. ليه سعيد؟ لا هو بس اهتم بالمثال يكمله بشكل كامل، لكن عشان عايزين بس ناخد فكره الانيميريشن ونجري يعني. فاهمني ازاي؟ فهنا برضو طبعا كوين دوت كوارتر دوت دينوم فاليو. هنا طبعا بينادي على كوين دوت كوارتر دوت دينوم فاليو. فطبعا دينوم فاليو دي هترجع لك ايه؟ هنا المره دي برضو اسم الانيميريشن دوت الكونستراكتور بتاعه هيتعبى بقيمه الكوارتر. حلو هيتعبى دي. خلاص بقى كده بينادي على مين؟ هدينهم ايه؟ هدينهم فاليو دي اسم الميثود. فالمفروض ان الدينوم فاليو هترترن من يمين 25، ان الدينوم فاليو دي كانت كونستراكتور شالها وشال الخمسه وايه؟ 25 صح كده؟ هو بعد ما رجعت له هياخد القيمه ويضربها في النام كوارترز اللي هي دي. طب كان ممكن يقول كوين دوت كوارتر على عمود بس مش لازم يكتب ايه؟ كوين دوت كوارتر هيرجعها 25. ايوه مش عايز، هو عايز يضربها في عدد الكوارترز. لا انا بقول كان ممكن يقول كوين دوت كوارتر بس ويسكت بدل دوت دينوم فاليو. بس هو عايز يوريك ازاي توصل للميثود برضه. خلاص مفيش مشكله، هو عايز يوريك ان الميثود هنا نادت على الدينوم، على الدينوم فاليو، والدينوم فاليو جابت مين؟ جابت القيمه اللي راحت لها للكونستراكتور. واخد بالك انت؟ هي لها معنى كبير يعني عنده. ضربها في عدد الكوارترز. يعني مثلا قلت فيها 20 ربع. فيضربها في الدينوم فاليو 20 في 25 ويطرحهم من نام بينز. يعني ايه؟ طب افترضنا تقول فيها كام ربع؟ طلع فيها خمس تربع وشويه فك. فاهمين ايه؟ هو عايز يقول لك ايه؟ الخمس تربع طلعهم طيب وقول لي الفكه دول كام؟ اللي هي القروش يعني، فاهمين الفكره ولا هو مش واصله؟ يعني عايز يقول لك ايه؟ لغايه هنا كده النام كوارترز دي يقول لك انت معاك خمس تربع او ربعين او كده. ممكن يكون في باقي لسه ايه؟ قروش. فاهمين الفكره؟ فيقول لك ايه؟ نام كوارترز اضربها في الـ
كوارتر 25 ده هو في 20 خلاص يطلعوا كام يرجعوا تاني قروش يرجعوا تاني قروش اطرحهم من القروش كلها يعني مثلا ما كانوا 100 قرش بلاش 100 قرش 115 قرش فيهم كام ربع 4 تربع خلاص فجي قال لك ايه الاربع تربع دول اللي هم اربعه اضربهم في كام مهنم كوارترز دي اللي هي كام اربعه جابت اربع تربع اضربهم في ال 25 تديك كام 100 اطرحها بقى من ايه من 115 يبقى لك ال 15 اللي هم الفك خلاص بعد كده قال لك ايه عملها بقى تاني مع مين مع الدي اي ام اي دي حاجه برضو نوع تاني ما اعرفش بقى يعتبروه كام يعني خلاص فيعمل نفس القصه ويطلع فيها كام ربع وكم جنيه وكم 5 جنيه وكم 20 جنيه كده يعني. لكن كده هو مش هيستخدم حاجه جديده يعني هو بيكمل مثال بقى لكل واحده من اللي موجودين وفي الاخر سيستم دوت اوت دوت برنت لاين عادي تقدر وبعد كده يقول لك الفاليوز بتاعتك اللي موجوده اطبع بقى اطبع ايه قيمه موجوده في الفاليوز طب ثواني بقى ما انا جاي لك اهو كل الفات عادي يعني بيمشي مع كل ايه مع كل نوعيه اللي بعد اللي بعد اللي بعد بعد كده قال لك ايه عمل لوب كوين دوت فاليوز دوت لينكس الاربع حاجات الاربعه اربعه هم ولا كانوا كام الاربعه خلاص فياخد الاولاني منهم خلاص ويجيب القيمه الاولى فيه ويطبعها والقيمه الثانيه فيه ويطبعها فاهمني بس ايه بتاعت مين بتاعت مثلا الكوارتر مثلا او بتاعت مثلا ايه البينيس فاهمين الفكره ويطبع كله كده بعد كده ياخد مين اللي بعده ويطبع كله كده بعد كده ياخد اللي بعده ويطبع كله كده فيها يعني بص اوري لكم كده في منظره لو كان بينادي الاي هو دخل رقم قال لك انت مدخل 119 قال لك 4 تربع واحد مش عارف ايه وواحد مش عارف ايه واربعه كذا خلاص كده يعني كانك قلت ايه 1000 جنيه و300 وكده خلاص و15 جنيه و13 قرش كده خلاص والفاليوز بتاعتك تبع ايه 1 5 10 25 جت منين دي بقى ده انا اضطر بقى ايه بص بقى معايا بيقول لي هنا ايه another called enumeration method اسمها values الميثود اللي احنا بنتكلم عليه عايزين نعرفها الميثود دي بترجع an array مصفوفه of all coin constants بترجع مصفوفه من كل الايه الكوين كونستنتس اللي هي متعرفه فيها اللي موجوده جوه الكوين انيميريشن الفاليوز دي بترتن تايب بيقول لك مثلا في على مثال مثلا كوينز ومعامل منها اري ولكن الاري ديت مماثله جدا او يعني لما تكون انت محتاج تكرر الكونستنت اللي موجوده جواها فاهمين الفكره عايز اكرر الكونستنت اللي موجوده جواها اكتر من ايه اكتر من مره لو جيت هنا بيقول لك ايه ايه بقى 1 5 10 25 فبيقول لي هي دي بقى ال 1 5 10 25 فيطبع لك كل الفاليوز اللي موجوده جوه دي جوه دي جوه دي جوه دي انتوا فكره فطريقه ثانيه تطبع لك كل قيم الكونستنت اللي موجوده جوه الانيميريشن بصوا ما وصلتش خلاص طريقه يعني مباشره بلوب تقدر تطبع كل الفاليوز اللي موجوده جوه فاليوز رقم 0 هيطبع القيمه الاولانيه فاليوز رقم 1 هو بيقول لك ان دي بتترن اري اوف الكونستنت يعني عملت اري مصفوفه شايل فيها كل كونستنت عرفته في الانيميريشن بيتحط جوه خانه من الايه من الاري عشان انت تقيسها ما خلاص محولها الى اري ما اري دوت لينس اس طولها وزيرو تجيب لك اول عنصر كونستنت ثاني عنصر كونستنت الى اخره عمل برضو نيميريشن اسمها توكن اي دي انت افتح قوس في القوس كوما شال القيم دي يعني هنشوف بس وكل الفكره اللي فيها نشوف ايه الجديد بس على طول عشان عايزين نلحق نخلص النهارده نفسنا في الباب دوت نخلصه عمل اوفر هو دايما بالجديد بيحط عليه ايه يعني بولد عمل اوفر رايت هنا لمين لبابليك سترينج دوت تو سترينج هيريتيرن التوك فاليو تو ده اكيد في الكونستراكتور اللي هي القيمه اللي انت لقيت عليها في الكونستراكتور بس فيها مشكلة؟ بس عادي كله عادي.
نفس الفكره يعني، هو عمل بسرعه. يلا برايفت فاينل سترينج اسمه توك فاليو، والتوك فاليو بتتاخد في الايه؟ في الكونستراكتور، والتو سترينج بتطبع ايه؟ التوك فاليو ذات نفسها اللي انت بتنادي بيها. فيقول لك لما اجي التوكن، توكن فاليوز بتساوي، وقال لك توكن دوت فاليوز دوت لينث، كده احول كل القيم الى ايه؟ الى الري، صح؟ فاللي بيقول لك توكن دوت فاليوز رقم اي دوت نيم، فدوت نيم دي تجيب لك كلمه ايدنتيفاير انتجر، فاهمين الفكره؟ تجيب لك اسم الانيميريت، اسم الانيميريشن، لكن من غير كلمه دوت نيم تجيب لك مين القيمه اللي شايلها، فاهمين الفكره؟ ولا فهنا قال لك اه، يبقى انا اعمل لوب، يبقى انا اقول قلت كلمه دوت نيم فتجيب لي كلمه ايه؟ ايدنتيفايرز، تجيب لي كلمه انتجر، الكلام ده كله، ويحط كمان بيساوي والتوكن دوت فاليو رقم اي فيطبع لك مين؟ الفاليو بتاعتي. فقال لك توكن فاليو بيساوي ايدنتيفاير بيساوي اي ايدنتيفاير بالاي دي وكده. بس ما تنساش تحاول، لازم تحاول التو سترنج ان تطبع التوكن فاليو عشان ما يطلعلكش اسم الاوبجكت هاش مش عارف ايه ولا كده. اه خلاص. انونيمس سب كلاس بيستخدم انيميريشن، ماشي يعني قول يعني ده يعني بيقلب فكره زي بيقلب رزق كده. ما فيش وقت، ماشي. تمب كونفرجن، مضطرين تمب تمبريجر يعني درجات الحراره، تحويل درجات الحراره يعني. سيليسيوس هو فارنهايت، سيليسيوس ده اللي هو ايه؟ درجة نوع درجة حرارة، والفارنهايت ده نوع درجة حرارة ثانية. المهم يعني ليه ان هو بيبقى ده فرق عن ده مش عارف كام كده، رقم كده. المهم ايه؟ في الكونفيرت بيعمل اوفر رايد لكلمة كونفيرت. اه لا ده في نوع اهو، ده انونيمس سب كلاس اهو، سي تو اف. سي تو اف عايز يقول ايه؟ من سيليسيوس تو ايه؟ فارنهايت، وادي بدايته وادي نهايته، كوما وفي اف تو سي اهو. ده بيعمل ايه؟ بيكونفيرت، بياخد القيمه اللي انت بعتها له بده ويضربها في الرقم ده، مش عايزين نعرفه، يحولك لايه؟ للنوع ده. فهمنا الفكره؟ اما لو جيت على اف تو سي، اه ياخد القيمه من الاف يحولها لمين؟ الى سي. فهمنا الفكره؟ تمب كونفرجن ده الايه؟ كونستراكتور، بياخد ديسكريبشن وصف كده ويحطه جوه متغير وصف. وبرايفت سترينج الديسكريبشن اوفر رايد لمين؟ كلمه دوت سترينج، ان هو بيطبع الديسكريبشن لما تيجي تنادي يطبع لك الوصف يعني. بابليك ابستراكت دبل كونفرت، وعمل كمان الميثود ايه؟ ابستراكت اللي هي اضطر الانونيمس كلاسز ان هو ايه؟ اوفر رايد ليه. خدوا بالكم ولا ايه؟ كونفرت كونفرت، فهم هنا في الداخليين عملوا اوفر رايد اللي هم اصلا من جوه التمب ايه؟ كونفرجن. طب عمل ايه؟ هي المفروض كانت تتكتب قبليه يعني عشان تبقى شايفها قبل ما تقلق، بس هي مش فارقه يعني، هو عايز يستعرض يعني. السي بلس بلس لازم تكتب قبل، هنا في جافا عادي يعني، يقول لك انا بص خدوا بالكم انا عادي. بس شر برضه عادي ايه؟ بس شر برضه عادي. اه بابليك ابستراكت دبل كونفرميشن، جه عند المين قال لك اطبع سي اف سي تو اف سي تو اف، فيطبع الديسكريبشن اللي هو 400 مش عارف ديجريز مش عارف ايه بتساوي كذا، خلاص. وجنبيها سي تو اف دوت كونفرت ال 100، فيحول لك ال 100. طبعا سي تو اف دي كده بس هتطبع الكلاس يعني، هتشغل دوت تو سترينج ولا ايه؟ هتشغل دوت تو سترينج. فدوت تو سترينج هنا في التمب كونفرجن بتاخد الديسكريبشن. فتلاحظ ان احنا المفروض ان احنا كنا نعمل ايه؟ سي تو اف، الكوسين والدول الغراب علينا دول، صح؟ فدول مقصود بيه ان هو سي تو اف ده اكنه اوبجكت من الكلاس ده، وادي الايه؟ قيمه الكونستراكتور اللي هي سي تو اف ايه؟ سي تو اف، فاهمين حاجه؟ يعني يا جدعان ده كده سب كلاس من التمب كونفرجن. انونيمس سب كلاس، انونيمس سب كلاس من مين؟ من التمب كونفرجن. فتحت القوس وقفت القوس دي يا جدعان البارامتر بتاعت الكونستراكتور. ما هو الكونستراكتور بتاع التمب كونفرجن ايه؟
ينزل تحت. هو المفروض كان قلبها يعني، المفروض كان خد الاثنين دول عشان تستريحوا انتوا في عينيكم في الشرح، الاثنين دول كده كان خدهم تحت، بس هو ما عملش كده. لو جيت بصيت على التيمب كونفرجن، بص عليهم، سيبك من الاثنين دول دلوقتي، هتلاقي ان في كونستراكتور بياخد ديسكريبشن، وفي دوت تو سترينج بتطبع الديسكريبشن، بيعملها اوفر رايد وبتطبع مين الديسكريبشن، وفي كونفرت وكونفرت ديت ابستراكت، لازم اللي يجي يورث يبقى ايه، لازم السب كلاس ايه الاوفر رايدها خلاص. ففي اتنين سب كلاس داخليين اهم عملوا اوفرلودنج فعلا وبعتوا للكونستراكتور فين، يبقى دي كومنت مين الديسكريبشن ماشي، وعمل اوفر رايد للكونفرت بالقيمه، وده برده بعت للديسكريبشن وعمل اوفر رايد معايا كده. فلما اجي انا اقول له سي تو اف هيطبع الاوبجكت، فهنادي على دوت تو سترينج، فدوت تو سترينج تطبع الديسكريبشن، فالديسكريبشن يبقى ايه سيليسيوس تو ايه فارنهايت، فاهمين الفكره؟ وجنبيها 400 ديجريز بتساوي بيندي على سي تو اف كونفرت ال100، فيكونفرت ال100 ويطبع قيمتها، فيطبع ايه سيليسيوس دوت تو او تو فارنهايت 400 ديجريز بتساوي، ويطبع القيمه بتاعتها كذا، والعكس في الاف 2 دي اف 2 سي اهي سيليسيوس دوت 2 فارنهايت 400 ديجري بتساوي 212 والعكس. النيميريشن كلاس بقى خلاص كلاس عادي، في كل دول فاكرين دول المثل الزور دول بتوع الاوبجكت خلاص فاكرينهم اه فاكرينهم صح فاكرينهم ولا لا اللي هو بيقدر يعني وكونفرت والكلام ده كله ماشي، كل دول موجودين فيه. عايز اقول لك ان كل ان في كلاس كتير ميثودز كتير. نعم اوردينال اوردينال دي بتريترن الزيرو بيزد اوردينال، يعني تترتب من بتترتب حسب البوزيشن بتاعها من زيرو لواحد، ترتيب كده زي الاري 0 1 2 3 كده مش فاهم ولا ايه. زيرو بيزد اوردينال يعني ترتيب بس بيبدا من الصفر خلاص. الانتجر نمبر ده هو ده اللي بيحدد البوزيشن الموضع بتاعها اوف كونستانت ودن الايه انيميريشن تايب، فاهم مش كده؟ اللي هو يعني لو انت ما حددتش يبقى 0 1 2 3 4 خلاص كده. بيقول لك كومبير تو بتقارن على فكره بالاوردينال دي شيء جربناه لما قلنا كومبير تو ويقارن مثلا انيميريشن دوت كذا كومبير تو انيميريشن دوت كذا، فكان هما بيساووا بعض ولا مش بيساووا بعض، يا اما بيطلع بقى يا اما انت كنت هتكون عامل لها اوفر رايت برضه تقول صفر وسايب واحد وواحد يا اما مثلا خلاص. طيب فبيقول لك برضه الانيميريشن برضه بيديك برضه فاليو اوف وتقدر تشتغل بيها كجينريك تايب كجينريك ايه؟ كجينريك تايب يقول لك برضه تقدر تستخدمها في الجينريك تايب. فالانيميريشن تايب بتحدد الكلاس بتاعها والنيم بتجيب لك اسم الايه؟ اسم الكونستنت بتاعك ماشي؟ يعني ايه؟ ما خالص بيقول لك هنا اكزامبل الكوين على بص هنا على مثال بيقول لك انت استخدمتها كلاس عمل كون وسماه بيني لكن كانه اوبجكت من كلاس بس هو انيميريشن اصلا بيساوي انيميريشن دوت فاليو اوف حول كلمة بيني وحطها جوه الكوين كلاس ده كلاس كأنك عملتها كونفرت كلاس فاهمني؟ أكنه اتعامل مع الكوين كإيه؟ كلاس ويشوف كلمة بيني دي جوه الكوين هيكون دي كانت موجودة عندنا؟ يعني مثلا افترضنا الكوين دي يا جدعان انيميريشن ومحطوط فيها إيه كام ستاتيك كام انيميريشن خلاص كده؟ من ضمنهم واحد اسمه بيني عندهم واحد اسمه ايه؟ بيني. فقال لك انت هنا ممكن تعمل اوبجكت من الكلاس وتقول له بيساوي قيمته بتساوي ايه؟ يقول لك تقول اي نم دي كلمه عامه دوت فاليو اوف كلمه عامه برضه. لما اقول اي نم دوت فاليو اوف قيمه كوين دوت كلاس حول الكوين ده الى كلاس اكنه ستاتيك فاينل يعني ودور على قيمه بيني، فلو كانت كلمه بيني دي القيمه الثانيه فيحط يبقى بيني دي بواحد، فهمت حاجه؟ ايوه ولا ايوه خلاص. يعني لو انيميشن فيه ثلاث قيم الثانيه منهم البيني تبقى واخد رقم كام؟ واحد. واخد رقم واحد وانت اتعاملت مع الكوين بيني دي متغير كده صح؟ بس هو المفروض ما يبقاش متغير، هو المفروض انا اقول ايه؟
كوين دوت بيني لو كانت موجوده. بس هو بيقول لك ان ممكن تلعب بيها لو في لوبينج لو في ميثود ما تعرفش، فتعرف منها كده. بس لازم تشيل كوين دوت كوين بيني دي، بيني دي لازم تشيل قيمه الثلاث قيمه متخزنين جوه الانيميريشن اللي اسمه كوين. حد معترض؟ فممكن تقول له انيميريشن دوت فاليو اوف، هات لي قيمه الايه الانيميريشن دي، انا انيميريشن اللي هي كوين ككلاس، هات لي دور على كلمه بيني، هات لي ما يساوي كلمه بيني. على ما اعتقد كان في مثال زي كده يعني. ابص عليك لو لقيته يعني. علقتكم اهو. هي كوين اهو بيني اهي. فكده بيدور على كلمه بيني فيجيب لك قيمتها الفاليو بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي واحد. فيحطها جوه المتغير اللي كان اسمه بيني سمول ده. خلاص كده فهمتوا الفكره؟ يعني هنا ده الانيميريشن كلاس اللي هو كلمه اي نم دوت فاليو اوف. اي نم دوت فاليو ايه؟ دوت فاليو اوف. ده اسمه الانيميريشن كلاس. فبيقول لك برده ممكن تعمل حاجه ثانيه تكستند من الانيميريشن كلاس، وبتقول ايه؟ بابليك فاينل كلاس اسمه كوين، وبيورث من الانيميريشن كلاس بس بشرط ان يكون ليه ايه؟ كوين. جينيريك تايب بتاعه كوين. وعمل يعمل ايه؟ بابليك ستاتيك فاينل كوين بيني ونيو كوين بيني وقيمتها زيرو. يعني ده شكلها لما تعمل وراثه يعني بدل الشكل الثاني. بابليك ستاتيك فاينل كوين والقيمه الثانيه برده بتساوي نيو كوين، وتطلع القيمه وتحط لها ايه؟ الفاليو بتاعتها. فاكرين فاهمينها كده؟ فاكرتها ايه؟ والى اخره. يعني نيو كوين واديها الاسم والقيمه، هيك كنا بنحطهم على طول. بس هنا لما كلاس ورث من مين او ورث من مين؟ من انيميريشن. وممكن اجي هنا بقى بابليك ستاتيك كوينز اللي بترجع الري اوف كوينز الفاليوز. فاكر لما كنا بنقول اي نم دوت فاليوز؟ هنا بيقول لك بقى فاليوز بقى تقدر تعمل لها ايه؟ تقول بقى ان ريتيرن كوين دوت فاليوز دوت كلون. لو انت بقى عايز تعمل كلون دي ايه؟ تعمل لها برضو تغير وراثتها. تغير ايه؟ تغير وراثتها. على العموم بيقول لي ان ال يعني علامه السؤال. انا جاي لك بس انا بس ابص على حاجه كده. بيقول لك على العموم يعني 45 اللي احنا الاخير احنا بنتكلم فيه دوت مش هيشتغل لان الكومبايلر ما بيدعموش يعني. لان زمان عشان كده ايه قلت ما اقولهوش يعني. خلاص. فهو بيقول لك ان هو يعني ايه كمثال يعني حالم يعني ان ممكن الكلاس تكستند من الانيميريشن وتبدا تعمل ال ايه؟ لا لا بقول لك ان الكومبايلر ما يقبلش الكلام ده اهو. اهو بقول لك يو كان نوت كومبايل ال 45 مثال 45 اللي هو ده. بقول لك المثال ده مش هنقدر يعني لسه انا سالتها كتير بس مش هسال. اسال ايه؟ ما هو يعني لا قصدك على قد فاليو. ما هي يا جدعان انت عارف عايز تسال على دي صح؟ انا اكمل لكم شرح اكني عارف. انت فهمتوا لغايه هنا؟ خلاص هشرح لكم برضه واقول لكم ده مش شغال يعني لا يدعم يعني. خلاص بعد ما عملنا دي بيقول لك ان برضه في ممكن اعمل متغير علامه الدور فاليوز كده وبرده اري اوف كوينز واحط فيه بقى البيني والنيكل ومش عارف ايه والكوارتر والكلام ده كله. ايه يا عم سماه كده؟ عادي اسمه كده يا اخي. اسمه كده؟ لا اسمه كده خلاص. وي فاليوز بابليك ستاتيك كوين فاليوز دي بقى ميثود بترجع ايه؟ اري اوف كوينز. فقال لك ريتيرن كوينز دوت فاليوز دوت ايه؟ كلون. كلون دي احنا خدناها قبل كده لو تفتكر. فكده بترجعها ازاي؟ ترجعها كما هي. ترجعها كما هي كايه؟ كاري عاديه جدا من نوع كوينز. فيرجع لك عادي جدا يعني هيحاول يحولها لك اذا ما كانش هو عامل لها تحويل هنا. عامل لها تحويل تحت اهي. لا دي كوين. فيرجع لك ايه؟ يعني يحول الفاليوز دي اللي هي الاري دي ويحاول يطابقها يا فين؟ يحاول يطابقها مع النوع ده اللي هو اري اوف كوينز. اري اوف كوينز فيطابقها فعلا مع اري اوف كوينز فيرجع لك دول الانواع دي مفيهاش مشكله خالص. هنا لما يقول لك فاليو اوف وبترجع كوين اديله الاسم فيدور بالاسم. فعايز يقول لك انا قدرت استخدم الحته دي. قدرت تستخدمها ازاي؟ قال لك اعمل لها سيرش. انت تديني الاسم سترينج وانا اشوف لك الفاليو بتاعتها في الانيميريشن ايه. حلو اللقطه دي. اللقطه دي حلوه. هو بيقول لك هنا انت ممكن تقوم انت بعت لي كلمه كوين وتبعت لي الكلاس. ايه ده معلش انا كنت فين؟ فاليو اوف اهي.
تديني النيم فانا اقول احول الكوين ده لكلاس وادور على كلمه كوين جواه الاقيها في الانيميشن وارجع لك الفاليو اوف بتاعتها. فيها المشكله دي. وهنا ايه اخد دي الكونستراكتور دي هو كان كلاس اسمه كوين حط الكونستراكتور في الاخر ماشي هيستقبل النيم والاوردن وينادي على السوبر اللي هو وارث منه اللي هو الانيميشن والانيميشن يبعث له النيم والايه والاوردن يعني. فهو بيكلمك بيقول لك ان دي يعني كانت مثال يعني كده حالم شويه فبيقول لك ان طبعا ان المثال ده الكومبايلر ما بيدعموش وبس ده مثال اخير وهتقوم ملغيين الفيديو كله ها عشان عارف انا و ولا انجاز خلصنا كل ال خلصنا كل اللانجوج وهيبدا بقى في الايه في الاي بي ايز بقى والفانكشنز والحاجات دي هنحاول نجري فيها ان شاء الله.